السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سننجز تمرين واحد صفحة 62 حساب المساحة أسبوع التقويم والدعم والتوليف الأسدوس الأول. رقم واحد، أحسب مساحة الشكل الملون. لاحظوا هذا الشكل الملون بالوردي، سنحسب مساحته، فهو عبارة عن مثلث. كيف نحسب مساحة المثلث؟ نأخذ الضلع في ارتفاعه تقسيم 2، الضلع في الارتفاع الموافق له تقسيم 2. لكن لاحظوا هذا المثلث، لا نعرف قياس الضلع وارتفاعه، كذلك هنا لا نعرف قياس الضلع وهذا الضلع كذلك. إذن كيف سنحسب مساحة هذا الجزء الملون؟ الطريقة هي أن سنأخذ هذا المربع، لاحظ المربع A B C D، مربع ضلعه 30 سنتيمتر، أضلاعه متقايسة 30 سنتيمتر هو ضلعه. إذن هذا المربع، وسنزيل منه هذه المثلثات البيضاء. لاحظوا لدينا ثلاث مثلثات بيضاء، مثلا هذا المثلث الصغير، لاحظوا ضلعه 10 وارتفاعه 8، الثمانية هذا الضلع فهو عمودي، هذا الارتفاع فهو عمودي على الضلع الذي قياسه 10 سنتيمتر، لأن هنا زاوية قائمة. إذن يمكن أن نحسب مساحته. كذلك هذا المثلث ضلعه AB 30 سنتيمتر، وارتفاعه هو العمودي عليه هذا الجزء. كيف حسبناه؟ أخذنا بي سي، كم؟ بي سي 30، ونقصنا منها وأزلنا منها 8. لدينا هنا 30، نزيل ننقص منها هذا الجزء 8، تبقى 22. إذا مساحته 30 في 22 تقسيم 2. ثم لدينا المثلث الآخر، هذا المثلث ضلعه AD وارتفاعه هو هذا العمودي، هنا D زاوية قائمة، إذا هذا العمودي كم قياسه؟ نأخذ DC ضلع المربع 30 ناقص 10 تبقى 20. إذا هذا الجزء، هذا الارتفاع، هو ارتفاع هذا المثلث الأبيض هو 20 سنتيمتر، 20 في 30 تقسيم 2. إذن كما قلت، الطريقة هي أننا نحسب مساحة المربع، ومساحة المربع هي الضلع في الضلع، يعني 30 في 30 ناقص مساحة المثلثات البيضاء. نأخذ مساحة المربع كلها وننقص منه مجموع مساحة المثلثات البيضاء. لاحظوا الطريقة. إذن هذه الطريقة، نأخذ مساحة المربع 30 في 30 الضلع في الضلع ناقص مساحة المثلثات البيضاء، المثلث الصغير 10 سنتيمتر في 8 على 2، ثم المثلث اللي في الأعلى على اليمين 30 في 22 على 2، ثم المثلث اللي في اليسار 30 في 20 على 2. القياسات كلها بالسنتيمتر، إذا المساحة بالسنتيمتر مربع. 30 في 30 900 سنتيمتر مربع ناقص 10 في 8 80 على 2 زائد 30 في 22 تصبح 660 على 2 زائد 30 في 20 600 على 2 تساوي 900 سنتيمتر مساحة المربع. 900 سنتيمتر مربع ناقص 8 تقسيم 2 40 سنتيمتر مربع زائد 660 على 2، يعني تقسيم 2 تساوي 330، زائد 600 تقسيم 2 تساوي 300 سنتيمتر مربع. أخذنا مساحة المثلث ناقص، عفوا، أخذنا مساحة المربع ناقص مساحة المثلثات البيضاء كلها،
المثلث الصغير اللي في الأسفل 40 سنتيمتر مربع، ثم المثلث اللي في اليمين في الأعلى 330 سنتيمتر مربع، زائد المثلث الأبيض اللي في اليسار 300 سنتيمتر مربع، تساوي 900 ناقص مجموع هذه المثلثات هو 670 سنتيمتر مربع. 40 زائد 330، 370 زائد 300 تعطينا 670 سنتيمتر مربع. 900 سنتيمتر مربع ناقص 670 تساوي 230 سنتيمتر مربع. إذن هي هذه الطريقة بسيطة جدا، كنتمنى تستفدوا من الأمثلة، وبالتوفيق للجميع.